العدالة والتنمية، درب الأصالة والتضحية، حزب العدالة والتنمية، درب الأصالة والتضحية، حزب الأمانة والتنمية. ويوفقنا إلى حسن الاختيار إن شاء الله تعالى. مع السعادة. سعيد دائما بتواجدي معكم وفرح جدا لأنني هنا الآن بمدينة طنجة. الحمد لله الإخوان المروق عليهم أنهم لهم مشاعر صادقة لهذا الحزب ولهم تعاطف الحمد لله على الإنجازات التي تقودها الحكومة وقيادة حزب العدالة والتنمية، وكذلك هذا الشعور ديال الأخوة والشعور ديال المحبة التي تسود بينهم. فكلما دعيت لحضوركم والتآمرين أو حضور التواصلين معكم في هذه البلدة إلا ورأيت الطلبة مسرعة غير متواطئة، ذلك لأنني أشعر والحمد لله بأنني أتواجد بين إخواني وأتواجد بين ظهراني. إخوان الحمد لله تجمعنا فكرة واحدة ويجمعنا هم المشترك. فإذا أعبر لهم عن سعادتي وعن شعوري بارتياح حضور هذا اللقاء في هذا اليوم المبارك. أنتم الآن بصدد الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية كلها. اليوم سوف لن أحدث إخواني الكرام وأخواتي الكريمات لا عن إنجازات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ولن أحدثكم عن المشاريع المستقبلية التي تنوي إن شاء الله تعالى في حال استمرت الحكومة استمر حزب العدالة والتنمية في تيار كفة الحكومة المقبلة. سوف لن أحدثكم عن المشاريع المستقبلية، ولكن أريد أن أضع بين يدي إخواني وأخواتي الصورة التي عليها المغرب اليوم والتحديات التي تعترض المسلسل الحمد لله المسلسل الذي بدأه المغرب في السنوات الأخيرة، مسلسلات الإصلاحات العميقة، مسلسل الإصلاحات الجذرية التي وضعت المغرب في مصاف الدول الصاعدة. المغرب الآن اليوم كما تعلمون المغرب له مكان وحضور قوي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، والإنجازات التي تحققت في عهد الحكومة الحالية جعلت من المغرب محطة أنظار ومحطة تقدير ومحطة احترام كل الدول سواء المحيطة به أو التي تقيم السياسة العامة للدول. ذلك المؤسسات الدولية اعترفت بالمجهود الكبير التي بذلته هذه الحكومة في جعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة. قلت سوف أحدثكم عن تحديات لأنها تحديات حقيقية وتحديات حساسة جدا. المغرب اليوم إخواني الكرام والأخوات الكريمات يمر في ظرف دقيق لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. فعلى المستوى الداخلي فبعد الحمد لله الجو رائع وجميل، والحمد لله بعد هذه الإنجازات المتتالية وبعد هذا النمو والطفرة في النمو هذا كان هذا النمو هذا الطفرة كانت لصالح فئات عريضة من الشعب المغربي. بدأ المغرب والإنسان المغربي يتلمس أثر هذه الإصلاحات. بالفعل هذه الإصلاحات سوف تعجب الكثير الكثيرين ممن كانوا يستفيدون من مسلسلها. وبالتالي الآن اليوم الآن فاللحظات التي تفصلنا عن الانتخابات بدأنا نشم رائحة تكتلات غريبة جدا لا يمكن في الحالة الطبيعية أن تجتمع هذه التكتلات إلا أن تجتمع على محاربة
التجربة التي قادها حزب العدالة والتنمية في الإصلاح، تجربة رائدة وتجربة متميزة وناشئة التي أنتم تتلمسون أثرها كما قلت على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي. وأقصد بهنا بأن هذه التكتلات يتزعمها قطب سياسي معروف تاريخ ديالي، معروف مصادر التمويل ديالي، ومعروف الأهداف اللي بغا يحققها. في اللحظة اللي كتكون جميع المجالس جماعة الجهات كتقوم بمشاريع قوية من أجل إعطاء انطلاقة ودفعة للتنمية، نرى بأن بعض الأحزاب جعلت من مجلس الجهة واحد المحطة واحد المؤسسة باش تستقطب بها ودير مشاريع مفهوماش. في اللحظة اللي كيتصادفوا جهات الإدارة تابعات منتدى الخبراء اللي غادي يضم أكثر من 1000 خبير ومفكر وعالم في الفود، البارح كانت الندوة في طنجة على الكيف، ومن هنا كنتسألوا وكنعرفوا وكنشموا رائحة أنه ما يطبق للمغرب من محاولات إرجاعه إلى ما قبل الدستور 2011 الشيء الذي سوف نسمعها به. نحن في حزب العدالة والتنمية ساهمنا في الحراك المجتمعي، وكنا من المساهمين في رفع سقف الحرية، ولما جاء الدستور 2011 كنا أول من صفق له واعتبرنا بأنه معطف جديد في تاريخ المغرب يجب أن نتفاعل معه. والحمد لله تفاعلنا مع هذا الدستور أعطانا هامش كبير من الحريات وهامش كبير من الإصلاح الجذري. بالتالي لن نسمح بعد اليوم بأن ترجع إلى جهة ما إلى عهد التحكم وإلى عهد ضبط الإيقاعات ديال الأحزاب السياسية وديال الحياة السياسية. نحن الحمد لله استرشقنا الحرية ولم نسمع بها. إذا من هنا أقول لكم إخواني وأخواتي بأن دوركم في محاربة هذا الكائن الغريب على الساحة المغربية دوركم أساسي ودوركم محدد ومؤثر في توعية الناس وفي بسط أفكاركم وفي جعل الحياة السياسية منفتحة على أكبر قدر من الناس. هذا على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي الإخوان الكرام والأخوات الكريمات كلكم، وأعتقد بأنكم أنتم في طبيعة من يهتم لوحدتنا الترابية ويهتم لكل ما يمكن أن يمس شبرا من ترابنا. ما صدر مؤخرا عن الأمين العام للأمم المتحدة، كنا أول السباقين لشجبه وتنديد به، وكما كنا في المسيرة مسيرة الرباط مسيرة 3 ملايين مشاركة، نحن الآن اليوم وفي هذه اللحظة نجدد قولنا ونجدد استنكارنا لهذه التصريحات، ونقول بكل بساطة لا تصريحات بوكيمون ولا مناوشات جزائر ولا استفزازات البوليساريو سوف تزعزع عقيدتنا بأننا سوف ندافع عن وحدتنا الترابية مهما كلف ذلك من أمر. والحمد لله اليوم نحن ندعم بكل أوجه الاستقرار وبكل أوجه الطمأنينة في بلدنا الممتد من طنجة إلى الويرة. الدور علينا اليوم كمغاربة والدور علينا اليوم كأعضاء حزب العدالة والتنمية أن ننشر كذلك هذا الوعي بين الناس ونجعل من وحدتنا الترابية من بين أولوياتنا في التفكير
هي الأولويات الأولوياتك التخطيط أولوياتك المباشرة. إذا قلت هذه التحديات كتجعل من الانخراط في أي حزب معين مسؤولية على عاتق كل واحد فيهم. وكذلك هذه المسؤولية كتتعاظم إذا كان الانتماء لحزب العدالة والتنمية اللي جمعنا فيه المبادئ وجمعنا فيه الأسس ديال المواطنة والحرام. لذلك الإخوان والأخوات باش نطلبوا عليكم أنتم الآن واليوم في محطة تعنى بها مدينة كران، وهذه المحطة نقدر نختلفوا في التقييم ديال المدى في الفترة السابقة، ولكن الذي نتفق عليه أننا نبني مجتمع المؤسسات. هذه اللحظة الإخوان لحظة متميزة في تاريخ الحزب الهلالي، لأنها سقطت انطلاقة أخرى وبدماء جديدة إن شاء الله تعالى لهذا المؤسسة اللي الحمد لله تاريخ ديال الحزب بها في هذه المدينة هو تاريخ مشترك. البدايات الأولى للحزب كانت على الإخوان الرعيل أول استعمار الرحمين ستيرغيتوس الذي نفتقدوه، واحد مجموعة ديال الإخوان البداية الأولى هي هذه، ولكن أنا ما غاديش ننتهي الحمد لله. هذا واحد النسق مستمر، وهذا واحد العطاء متواصل. المعول عليكم أنكم تختاروا قيادة أخرى سوف تواصلوا المسير. ما غاديش نقول بأنه كل ما مضى كان جيدا، ولكن أعتقد بأن المرحلة دبرت بحكمة نظرا للإمكانيات القليلة المتواجدة ونظرا للتحديات الكبيرة التي كانت على عاتق المكتب السابق. لذلك أدعوكم إخواني وأخواتي للتفاعل ولحسن الاختيار، والله سبحانه وتعالى هو الموفق، والسلام عليكم.